نروح بقى لبطولة العالم للمدارس. منتخب مصر للشابات لكرة اليد حصل على المركز الثاني والميدالية الفضية في البطولة اللي أقيمت في صربيا، كمان حقق منتخب الشباب المركز الثالث وحصل على الميدالية البرونزية. يعني خلينا نقول بجد أولادنا بمنتخب الشباب والشابات قدموا أداء أكثر من رائع في أول مشاركة، دي أول مشاركة مصرية في هذه البطولة اللي وصل المنتخبين فيها للمربع الذهبي. وطبعا ده لو هنتكلم، لا طبعا ده إنجاز كبير جدا وإنجاز كبير بكل كمان المقاييس، وجهد محترم من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والاتحاد المصري للرياضة المدرسية. حضراتكم عارفين الشغل بيتم بالتنسيق بين كذا جهة، ما بتبقاش جهة واحدة هي اللي مسؤولة. ومصر كمان شاركت في المونديال بطاقم تحكيم، نتكلم شاب أدار عدد كبير من المباريات، هم الثنائي الشاب أحمد مصطفى شوقي ومحمد محمود عادل.